حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عدة كفاءات في عدة مجالات داخل دولة الإمارات، واليوم بيكون معنا الأستاذ خالد عدنان صاحب ملحمة الواحة ومطعم واحد الشام. هلا بيك. هلا الله يحييك يا مرحبا. الحمد لله. نشكرك على تواجدك معنا اليوم. نشكركم على الدعوة، نشكر قناة سما العين. أنا فيك. أول شيء حابة أنك تعرفني شوي على نفسك وعلى بداياتك قبل تجي دولة الإمارات. والله أول شيء بنشكر رب العالمين على نعمة الإسلام خاصة وعامة، على نعمه الذي لا تعد ولا تحصى، وألف الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا جيت الإمارات بال 2000 وأول 2004 وآخر 2003. جيت زيارة على العين وعلى الواحة كمان، سوبر ماركت الواحة. أنت أول شيء دخلت الإمارات دخلت زيارة. أوكي. زيارة زيارة سياحية وشوف الشغل نفس الوقت، يعني هن يشوفوني وأنا أشوفهم. اشتغلت عندهم عامل موظف. موظف عادي أول ما بلشت. موظف راتب يعني 1500. طب شو اشتغلت أول ما جيت؟ نفس الشيء، أنا بشتغل لحام يعني. لحام أصلاً حرفتك يعني في اللحوم والأشياء هاي. حرفتي لحامة، بشتغل لحام وتابعت معاهم شهرين. أوكي. ونزلت على سوريا على حماة. عملوا لي إقامة ورجعت. يعني رجعت زيارة لسوريا ولا؟ لا لا، الزيارة لازم نغادر بعد ما يخلص الزيارة. غادرنا على سوريا. عملوا لي إقامة ورجعت عمل. أوكي. كمان عامل. ما بدي أطول عليك، بالأخير نحن استثمرت أنا المكان نفسه. خالد خبرنا من وين جاتك فكرة المشروع؟ والله فكرة المشروع أنا عملت مشروع بسوريا دمشق بالشام، أخذنا المكان وأخذنا جبنا العدة، وبعد ما عملنا كل شيء بسوريا هاي بس. أوكي. لسه أنا ما زلت في لي صديق الله يذكره بالخير، هو اللي كان معي شريك. يعني أول ما بلشت كشريك؟ لا لسه هاي بسوريا. بسوريا. أوكي. لسه ما عملنا شيء، لساتي بالواحة شغال. أوكي. طلعت على المدير، كنت عامل عنده، قلت له أنا بدي كنسل. قال لي ليش؟ قلت له أنا عملت مشروع بسوريا. مشروعي الخاص. مشروعي الخاص. وعطيته إنذار شهر، خلص الشهر. جيت بدي كنسل، قال لي لا خليك معنا. قلت له أنا دافع، أنا بادي بمشروعي. قلت له في عندك حل تاني، بستثمر المكان اللي عندك اللي هون. يعني داخل المكان اللي أنت كنت أصلاً شغال فيه. قلت له بستثمر المكان، كان رافض نهائياً. وقام على حيله، استغرب من الموضوع. أوكي. قال لي لا هذا الموضوع. قلت له بكيفك، أنا نازل يعني، عندك حلين، يا بكنسل يا بدك استثمر. المهم تمام، بفكر أسبوع. قال لي خلاص خذ المكان. يعني قبل آخر قبل بال 2007 أخذنا المكان ولهلأ شغالين فيه. ما شاء الله. طيب أنت شفت أنك فاتح مشروع ثاني اللي هو المطعم. نحن فتحنا من 4 سنين المطعم. يعني بعد الملحمة فتحنا. بعد الملحمة فتحنا أنا وإخواتي الكافتيريا ومعجنات ومشاوي يعني، وغالبا ديليفري. أوكي. يعني كل اللحوم اللي أنت عندك في الملحمة تجيبها للمطعم يعني تشتغل. نحن بنصنع بالملحمة كباب التكة الشقف الكذا، وبنجيبه لهوني جاهز، مصنع جاهز كله. طيب. لحم استرالي. أوكي. غنم. اللحم اللي تجيبوه من استراليا؟ لحم استرالي فقط. أوكي تمام. طيب أخ خالد، وين تشوف نفسك من هنا لقدام؟ والله بشوف نفسي يعني بمكانين. بلدي الأول اللي هو سوريا، خاصة حماة. نعمل مشروع كمان كبير. وبلدي الأول والثاني اللي هو الإمارات وخاصة العين. العين. أوكي. مشروع كبير ومرتب، لأن التساهيل كتير حلوة. أوكي. وممتازة، وأنا بنصح أي حدا يعمل استثمار فيها. الاستثمار يعني ناجح دولة الإمارات. ناجح جدا. ودولة الإمارات تفتح لك جميع الطرق والسبل إنك يعني توصل وتنجح. أمور مسهلة جدا ومتيسرة وكل الأمور يعني تمام، يعني أحسن من غيرها بكتير.
خالد قول لنا شنو المواقع اللي عندك، موقع المكان هذا ولا موقع ثاني واحد حاب تبقى فيهم؟ نحن بالعيل دوار الجبل داخل سوبر ماركت الواحة جوا الملحمة. طيب شنو فضل دولة الإمارات عليك كونك وافد لها؟ نحن بأردن وكأن يعني كأن أبناء هذا الشعب أبناءها وأبناء وفرد منهم، ومنشكرهم كثير، نشكر شيوخ الإمارات وخاصة الشيخ خليفة والشيخ محمد بن راشد وجميع مشايخ الإمارات وشعب الإمارات والموظفين المحترمين الإماراتيين، نشكرهم جدا. طيب كثير متساهلين وكثير متعاونين، لأني حصل معي أنا مرة موقف، كنت لسه جاي جديد، كنت مضيع شيك، فتت على أول مخفر شفته كان دوار المربع، سألت كان شرطي، فتت عليه قام وقف، استغربت يعني هاي ما حصلت يعني ما حصلت معي قبل، قام وقف وحكيت له الموضوع، أخذ الإجراءات كاملة وسأل وما خلى فرع إلا ما سأله وحط اسمي عنده وما قصروا. وأكثر من موقف صح، حتى أنا عندي زباين، أنا عندي زباين بالملحمة بتجي لعندي. أنا ما بعرف موظفين ولا لا، بعد 10 سنين بكتشف إنه ما شاء الله عليهم موظفين محترمين ومن أرقى ما يكون وبكل تواضع يجوك لين عندك ويأخذوا من مشان إنه بيجوا لعندي، مشان التواضع والاحترام احترام الشديد. شعب الإمارات معروف عليه شعب متواضع شعب متواضع جدا، وأنا بكن له كل الاحترام قدامه بغيابه، وما بننسى فضله علينا بهالدولة. أنا بقولها لكل واحد يعني ما بسمعك، كل واحد أنا بحكيها هن مفضلين علينا، لو ما مفضلين علينا ولو هي ما كنا قعدنا أصلا كلها بيروح واحد على بلده، لا هن مفضلين علينا ومحترمين معنا، ولو معنا نحن مبسوطين وعايشين مرتاحين داخل أرض داخل أرضهم دايسين بساطهم، ما كنا ضلينا كنا رحنا، اختيار بإيدنا. على ذكر رسائل الشكر، مين الشخص اللي تبي تقدم له رسالة الشكر سواء كان وقف معك قبل ولا بعد شغلك؟ والله بشكر أول شغلة أبوي تاج راسي الله يحفظه يا رب، وكل شيء يعني صعب أوصف لك يعني. يعني أبوك هو اللي علمك الحرفة؟ أنا كنت أشتغل عنده. ما شاء الله بشكره جدا، وصعب صعب أوصف لك. أنا مرة جبته مرة زيارة لعندي لهون، أول ما إجا هو أمي طبعا طلعوا من المطار طخيت على رجليهم بستلهم سرمايته. الله يحفظهم لك طبعا الوالدين وما كنت سرمايت أبوي وأمي، وبعدين بوستهم طبعا بعد ما قدرت أحكي بعد ساعة لأني ماني أدران الفرحة اللي كنت فرحت. صح هذول بشكر كثير، كان أبوي معلمي وأبوي وتاج راشي، كان كل شيء في حياتك تاج هو اللي ساعدك كل شيء بحياتي وسرمايته على راسي الله يحفظه إن شاء الله. نشكرك اليوم على حضورك معنا، وإن شاء الله نشوفك في الأيام القادمة إن شاء الله. إخواتي راح يزعلوا، إخواتي واقفين معي بيشتغلوا معي اثنين توأم. طيب نقدم لهم ممكن التحية، نقدم لهم التحية، نقدم لهم التحية ونشكرهم حتى هذول اثنين توأم أنا بخربط فيهم. وما توأم تتخربط فيهم. ما شاء الله عليك أحمد ومحمد. نشكرك اليوم على تواجدك وعلى استضافتك الحلوة وما قصرت معنا ومشكور. الله يسلمك، الله يكرمك، نشكركم، نشكر قناة سما العين ثاني مرة، ومتشرف فيكم. نشوفك إن شاء الله في الأيام المقبلة. الله يكرمك، أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين كده نهاية حلقتنا لليوم من برنامجكم رواد النجاح، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة.